شبابك واحد جاي يضرب لي سنايبر بس مدري وين، صار لي ساعتين ندور عليه. هذا يا شباب شوفوا شوفوا، هيد شوت على طول، تعلموا من المحترف. السلام عليكم، وياكم بلاك جوست. جات لكم مقطع جديد، بهذا المقطع راح نجرب السيزون الثالث. طبعا اكيد انا اخر واحد اجرب السيزون الثالث. المهم قبل ما ننتبه بالمقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، ومشاهدة ممتعة. هاي مو صوت شباب. يقولون على اساس اكو سفينة يعني مخفية يومية تتغير، قصدي كل جيم تتغير بالماب، بس مدري وينها. خلنا ننزلها اليوم، هذيك اعتقد صح. يلا خلنا ننزلها، ليتس جو. هلا بنجولة، ايش جابك يمي؟ انا قلت هسه انزل هنا وماكو ناس، طلعت لتي. اسمها المنطقة باوند تون، مدري ايش اسمها، غلس الشباب. امشي استكشف من المنطقة. جيب جيب دين يمي، يلا ان شاء الله نجلدهم. قومي انجولين، قومي قومي. وكاكو يمكن عنده شيلد. يلا المشكلة لازم جو، لا انزل جوا ويخلطني يصير يطر، السقاصة يطر ينسطر من كثر الخلع. اوكي كسرت شيلد زين. حبيبي قوم اللي شوية قد ثانية نقوم، بس أهم شي جلدنا. شباب خلنا ناخذ هذا القارب ونروح إلى هاي ال مدري شو تصيحوا لها، هاي الدوامة مدري شنو. المهم فهمتوني صح، هاي اللي تطيركم لفوق بتودي الزون أو تروح الدرامون. المهم فهمتوا، هاي الطير لفوق. شو الزون هاي؟ أبعد زون بالحياة. شباب اثناء رحلتنا للزون لقينا اثنين يتعاركون. اوكي قلت الزون بيجلدك مدري 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 ايش ماشي. حبيب انا مركب قطعة، انت ما تعرف شنو معناها انبوت؟ شوف شو هالدمج الخايس، 22 مرتين، وهسه راح اضربه بعد، هاي 23 20. شباب اكو واحد فوق جاي، هي خلينا نروح ندرم العسل. جا
شاف ذول ايش جاي يحجون بيناتهم البزونة والهذا ابو زبولة. شوف هو مو حصل نفسه بوكس، شوف ايش راح تسوون، تبنون فوقه حتى ما يسوي دبل ديدز ويطلع فوق. اذا طلع جوا بعد ابن جوا بوكس، بس انا ما ابي احله ما عندي موارد. خلاص طلق، يقوم حبيبي القوم، اهدوا اهدوا بابا اهدوا، عساك جايكم، لا تستعجل على الموت. شوفوا ورا الحشيشة واحد مدري وينه، وهذاك شوفوا اللقطة، هيد شوت على طول، تعلموا من المحترف. اوكي واحد ثاني استوكم الفايت. بابا لا تهين، ايش قد اتنفس من واحد يهين، يلا خلينا نعوفه مسكين. طاح من طيارة يسوي انتحاري، شو الغباء هذا، وينك واحد يهيل قدام الشارع، قصدي بالموي يعني مكشوف. بس المشكلة لا هذاك يجينا غدره. يعني ايش تغدر، اريد افتهم يعني. شو المشكلة، انا كهذا الشقم بس ما ادري ليش ماخذه، اخذ لين شكله حلو. لا هو بصراحة انا اخذت لين ما يعني شو اسمه لين جديد. شو وقت طبيعي من هذا، اوكي جي نايس. اوكي شباب رجعنا لكم، انا كانت عندي شغله ورجعت لكم، فالمهم هو قسمني بنهايه الباص، خلينا ننزل هنا ان شاء الله اكون ناس، لان اريد الجيم كلات عاليه يعني ما اريد 9 8 هذني قليلات، اريد يجي فوق 10. اوكي اكون ناس يعني نازلين كفو. شوفوا ايش قاعد اتنفس من الاس ام جي، انا ايش ما ادري ليش انا بيا طبيعه كره الاس ام جي كريهه. طلعت الاس ام جي لو ما حاجه احسن لي، انا اذا سريع. شبابك شبابك واحد هنا منرفزني، يجي شو الصوت هذا منرفزني. هذا لكلك قصدي هذا فاصل مسكين، بس ما تقول شو وده هناك. خلنا نفتح الصندوق، واحد جواي. لك ليش تقتلوا قايس، تعال بابا تعال، فقاعد مكتب تلقوا منكم. راح اقتل قايس واخذ لوت احسن لي. شوف هذا القرش اخذ الجقجق من عندي، يعني اني شو اسمه اني قلت خلعوه في الجقجق، جاي اخذ البطاقة والمدري شنو، هو راسا اخذ الجقجق وشرد واخذ اللوت البقية. يعني تدرون هسه الزون جت واني ساعي جاي اقاتل وياه، يلا همشي جلدناه. شفت اللوت لو لا اصلا هيشوفونه. لا اله الا الله، شوفها معدتش كبرها، هو الجقجق واحد ياخذ 5 امتار، مدري ايش كبرها معدته.
شباب هذا مبنيق، ما اقدر اخذ من عند الحايط. بس يلا اخذته، شو ما طحت في ذيك الطلقه. القوم حبيبي القوم، شو شباب طاح من الخوف. شو ابن عندي قال لي خلي انتحر احسن لي، احسن مما يقتلني بالشتجن. شباب يقلنا فريسة جديدة، ردفت شو الدمج الخايس اللي دمجني، يمكن 56 متشكل. لا مو هيك يعني، شنو واحد من وراي واحد شنو هاي واحد من وراي واحد من قدامي. سمع خطة الذكاء راح تفتروا له منها من ورا بلا بلا. شفتوا شباب انه الذكاء، انه 200 اي كيو. هو ما له علاقة 200 اي كيو، بس هو غبي. شو يسوي هذا؟ جيب اللوت. شباب اكو واحد جواي ما ادري ايش يسوي. انا شباب الجقجق ونروح له، او خلينا نعرف الجقجق لين ادري بيها سوى جهيل اعتقد. صح يلا خلينا نعرفه لكم. خلينا نرجع او لا يلا خلنا ندعم له. شباب ادوني اذا شو اسمه زعجتكم بالقحة مالتي، لانها شوية نرفزني البلعوم. وانا خير واحد، وانا خير واحد. ايش هذا؟ يا شو الغدوة هذه؟ انا اعمل الغدوة. طب هذا قد يجيب علي لقطة، اذا ما جبت علي لقطة كتلة بالسنايبر. هيك ما ادري انا حالف عليه، مو حالف عليه بس هيك ما ادري. انا سالم من اشوف لقطات السنايبر مرات اضوج احس نفسي نوب، اقول ليش ما اجيب لقطات. مهم فهمت شعوري. اذا جبتوا لقطة اكتبوا لي بالتعليقات. وش شباب شنو هذا؟ يلا شباب شباب ما عجل، خليني يا شباب براحتي. خلي انت حد يفتح ويرجع لورا حتى يكسر علينا. وين هذا؟ لبوي تجي شباب. اوكي لم تزبطوا معنا، ساكل. اوكي جماعة وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حطونا لايك واشتركوا بالقناة اذا كنتم ما مشتركين. خلينا نوصل 130 مشترك، وتابعونا على الانستغرام راح تلاقونا بالوصف. واشوفكم على خير، مع السلامة.